بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة عبد الحميد قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وهو يتكلم على الأحكام الشرعية في شرحه المسمى لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات. قال رحمه الله تعالى: وإنما لم يتعرض للرخصة والعزيمة. وإنما لم يتعرض، أي الناظم لم يتعرض للرخصة والعزيمة تبعا للأصل، أي لإمام الحرمين، الذي لم يتعرض أيضا في الأصل، أي في متن الورقات، للرخصة والعزيمة، لأنهما، أي لأن الرخصة والعزيمة مندرجتان فيما ذكر، أي من الأحكام التكليفية، فإن مرجع العزيمة إلى الأحكام التكليفية كما سيأتي بيانه بعد قليل، كذلك الرخصة ترجع إلى الأحكام التكليفية، فحقيقة الرخصة والعزيمة راجعان إلى الأحكام التكليفية، فلذا لم يذكرهما. قال رحمه الله تعالى: وإنما لم يتعرض للرخصة والعزيمة لأنهما مندرجتان فيما ذكر، وذلك لأن الحكم الشرعي إن تغير من حيث تعلقه بالمكلف. هذه الكلمة من حيث تعلقه بالمكلف، هذه أتى بها للإحتراز، ذلك لأن الحكم الشرعي لا يتغير من حيث الأصل، فإن الحكم هو كلام الله الأزلي كما تقدم، صح؟ وكلام الله الأزلي لا يتغير، واضح؟ فهو لا يتغير، أي ذات الحكم، وإنما يتغير من حيث تعلقه بالمكلف، واضح؟ قال هنا: وذلك لأن الحكم الشرعي إن تغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة إلى سهولة، كأن تغير من الحرمة إلى الإباحة، هذا مثال، فالحرمة مثال للصعوبة، تغير إلى الإباحة مثال السهولة لعذر، تمام، مع قيام السبب الأصلي للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر، فالحكم المتغير إلى السهل المذكور يسمى رخصة، واضح ولا لا؟ ولذلك لو عرفنا الرخصة، ما هي الرخصة؟ نقول الرخصة كالتالي: الرخصة هي لغة طبعا السهولة، لغة السهولة، أما شرعا الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي، هذا تعريف الرخصة، الحكم الذي تغير. إذا أردنا أن ندقق قليلا مع التعريف، فنقول الرخصة الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي. الحكم الذي لم يتغير هذا ليس رخصة، فوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان ووجوب الزكاة هذا لم يتغير، هذا لا يسمى رخصة. إذن الرخصة أين تكون؟ في الحكم الذي تغير. طيب، تغير من ماذا إلى ماذا؟ من صعوبة إلى سهولة، فالذي تغير من سهولة إلى صعوبة هذا ليس رخصة، واضح؟
فالمحرم قبل أن يحرم، أي حالة كونه حلال قبل الإحرام بالنسك، يجوز له قتل الصيد. فإذا أحرم بالنسك حرم عليه قتل الصيد، فهنا تغير الحكم من سهولة وهو جواز قتل الصيد إلى صعوبة وهو تحريم قتل الصيد. هل هذا رخصة؟ هذا ليس رخصة، لأن الحكم تغير من سهولة إلى صعوبة. فهم أو لا؟ إذن الرخصة ما هي؟ الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة. لماذا؟ قال لوجود عذر. أما لو تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لكن ليس لعذر، واضح؟ فهذا لا يسمى رخصة. ما مثاله؟ في بداية الإسلام كان يجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة ولو لم يحدث، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كلما قمت إلى الصلاة يجب أن تتوضأ، هذا في بداية الإسلام. ثم تغير هذا الحكم فأصبح يجوز للمسلم أن يصلي الفرض والفرضين والثلاثة والأكثر بوضوء واحد، واضح؟ هذا الحكم تغير من صعوبة إلى سهولة لكن لغير عذر. هل يسمى رخصة؟ لا يسمى رخصة، واضح ولا لا؟ قال الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، هذا القيد الثالث. الرابع قال مع قيام السبب الأصلي. طيب إذا انتفى السبب الأصلي فإن هذا لا يسمى رخصة. في الإسلام بداية الأمر كان المسلم يجب عليه أن يصابر أمام عشرة من الكفار، صح؟ في القتال. ثم نسخ هذا الحكم فصار الواجب على المسلم أن يصابر أمام اثنين من الكفار. هذا الحكم تغير أو لا؟ تغير من صعوبة إلى سهولة أو لا؟ نعم، لعذر، تمام، مع قيام السبب الأصلي. لا، السبب الأصلي هنا انتهى. لماذا؟ في بداية الإسلام كان المسلمون قلة، الآن تغير أصبح المسلمون كثرة، فالسبب الأصلي تغير، إذن هذا ليس رخصة. إذن ما هي الرخصة؟ الرخصة هذه الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي. إذا جمع الحكم هذه الأمور الأربعة نسميه ماذا؟ نسميه رخصة. يقول قائل ذكرت لنا التعريف وذكرت لنا ما يخرج من التعريف، فاذكر لنا مثالا للرخصة. أكل الميتة للمضطر، هذا مثال الرخصة. لاحظ معي، الأصل في أكل الميتة حرام، لكن إذا خاف الهلاك، واضح، جاز له أن يأكل من الميتة، واضح؟ إذن هنا يوجد حكم شرعي تغير من صعوبة وهو تحريم أكل الميتة إلى سهولة وهو جواز أكل الميتة، صح؟ إذن حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لوجود عذر. ما هو العذر؟ الاضطرار، واضح؟ ودفع الهلاك عن النفس، مع بقاء السبب الأصلي، مع قيام السبب الأصلي. ما هو السبب الأصلي؟ هل ما زال السبب الأصلي موجود في الميتة؟ نعم، وهو أن الميتة خبيثة، ما زال حكم الخبث موجودا في الميتة، واضح؟ لم ينتفي من الميتة، واضح؟ إذن هنا تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لوجود عذر مع قيام أو مع بقاء السبب الأصلي. إذن نعيد المثال حتى نضبطه جيدا، نقول تغير الحكم من تحريم أكل الميتة إلى جواز أكل الميتة لوجود العذر وهو الاضطرار مع بقاء خبث الميتة، انطبق التعريف. إذن هذا يسمى رخصة. نعيد قراءة عبارته، هو أدخل بعض الأمثلة في التعريف فطال التعريف. انظر ماذا قال. قال وذلك لأن الحكم الشرعي
إن تغير من حيث تعلقه بالمكلف هذا احتراز. واضح؟ يريد أن يقول لك إن الحكم الشرعي لا يتغير من حيث الذات. واضح؟ لأنه الحكم، أي لأن الحكم أزلي، هو كلام الله الأزلي فلا يتغير، كما قرر من قبل وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة فيما سبق. قال: من صعوبة إلى سهولة. تمام؟ كأن تغير من الحرمة إلى الإباحة. هذا كأن تغير من الحرمة إلى الإباحة، هذا تمثيل، هذا مثال ليس داخلا في صلب التعريف. قال: لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، أي مع بقاء السبب للحكم الأصلي، وهو في المثال السابق في الميتة خبث الميتة، فلا زالت الميتة محكوم بخبثها. واضح؟ قال: مع قيام السبب الحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر، فالحكم، أي فهذا الحكم الذي تغير، فالحكم المتغير إليه، أي الحكم الذي تغير إليه أصبح جائزا مثلا، هذا فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة. يسمى إيش؟ رخصة. إذا هذا تعريف الرخصة. ثم هذه الرخصة، بارك الله فيك، هذه الرخصة لها أحكام. هو قبل قليل قال لك ماذا؟ قال: لم يتعرض للرخصة والعزيمة. لماذا؟ لاندراج الرخصة والعزيمة تحت الأحكام التكليفية. صح؟ إذن هذه الرخصة مندرجة تحت الأحكام التكليفية، فقد تكون هذه الرخصة واجبة، قد تكون هذه الرخصة مندوبة، قد تكون هذه الرخصة مباحة، قد تكون هذه الرخصة خلاف الأولى. إذن هي تندرج تحت إيش؟ تحت الأحكام التكليفية. يقول قائل: نريد مثالا لكل واحد، مثال للرخصة الواجبة. مثال الرخصة الواجبة أكل الميتة للمضطر. أكل الميتة للمضطر هذه رخصة واجبة. مثال آخر، هذا مثال ذكره في الكتاب، مثال آخر للرخصة الواجبة: إفطار المسافر الصائم إذا خاف الهلاك. فإن الفقهاء يقولون إن الصائم إذا خاف الهلاك، تمام، وجب عليه الإفطار. واضح؟ وإنما اختلفوا إذا كان الصائم يخشى مبيح تيمم. فالشيخ ابن حجر يقول أنه إذا خشي مبيح تيمم، يعني خشي زيادة المرض، خشي تأخر الشفاء، يقول أيضا يجب عليه. والشيخ الرملي والشيخ الخطيب قالوا يجوز له، لكن لا يجب. هنا حصل خلاف، لكن هم متفقون على أنه إذا خاف الهلاك بسبب الصوم، تمام، أنه يجب الإفطار عليه. فقالوا إن المسافر إذا خاف الهلاك بسبب الصوم وجب الإفطار. هذه إيش حكمها الرخصة؟ وجوب الإفطار هذا يصبح ماذا؟ يصبح واجبا. هذا مثال للرخصة الواجبة. واضح؟ طيب، مثال للرخصة المندوبة: القصر في سفر بلغ 3 مراحل. أنتم تعلمون أن المسافة التي يجوز فيها القصر مرحلتان، مسيرة يومين. مسيرة اليوم تسمى مرحلة، مسيرة يومين يجوز القصر، يجوز القصر. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن القصر إنما يجوز بثلاث مراحل، فالقصر قبل الثلاث المراحل هذا محل خلاف مع الإمام أبي حنيفة. واضح؟ لكن من الثلاث المراحل فصاعدا محل اتفاق، بل أبو حنيفة يقول بوجوبه. تمام؟ 3 مراحل يقول بوجوبه. إذن هنا القصر إذا بلغ السفر 3 مراحل ما حكمه؟ قالوا هذا السفر يكون ماذا؟ يكون مندوبا. تمام؟ طيب، رخصة مباحة بيع السلم. ما هو بيع السلم؟ بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف. واضح؟ وهنا بارك الله فيكم تظهر أهمية دراسة الأصول بعد دراسة الفقه، لأنه إذا كان الطالب لن يحسن تصور السلام ولن يحسن تصور المرحلة ولن هذا لن يفهم مثل هذه المسائل.
واضح أو لا؟ السلم بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، الأصل أنه من بيع الغرر، لأن السلعة غير موجودة، ربما السلعة معدومة وربما السلعة غير معينة، موجودة لكن غير معينة، واضح ولا لا؟ إذن الأصل أنه لا يجوز، لكن هنا الحكم الشرعي تغير من الصعوبة وهو عدم الجواز إلى السهولة وهو الجواز لوجود عذر. ما هو العذر؟ الحاجة، فإن البائع الذي يبيع المسلم إليه يحتاج إلى الثمن معجلا، والمشتري الذي هو المسلم يحتاج إلى السلعة، واضح ولا لا؟ ويكون في الغالب الثمن أقل. إذن العذر ما هو؟ وجود الحاجة مع بقاء السبب الأصلي. ما هو السبب الأصلي؟ النهي عن بيع الغرر ما زال موجودا. انطبق التعريف ولا ما انطبق؟ جيد، لذلك أنت لابد أن تفهم التعريف حتى تطبقه على هذه الأمثلة الجزئيات. تمام، بيع السلم هذا ما حكمه؟ قال هذا مباح، إذن هذا مثال للرخصة المباحة. قال خلاف الأولى، قال رخصة خلاف الأولى القصر في سفر بلغ مرحلتين. بعضهم جعل هذا خلاف الأولى، وبعضهم مثل الخلاف الأولى بمثال آخر فقال الفطر لمسافر لا يشق عليه الصوم، لا يشق عليه الصوم، لا يشق عليه الصوم. تمام، يصلح هذا مثالا. بعضهم جعل هذا المثال مثال لقسم خامس من أقسام الرخصة، وهي الرخصة المكروهة. واضح؟ قلت، قال الحافظ السيوطي، تفضل، قال الحافظ السيوطي في 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 الكوكب الساطع، قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة، أي أن الرخصة قد تقرن بالكراهة. ما مثاله؟ قال في القصر في أقل من ثلاث مراحل. قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة. واضح؟ جعل هذا مثالا للرخصة المكروهة. لكن الذي هو مشهور عند العلماء أن الرخصة إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة وإما خلاف الأولى. حتى المكروه رخصة مكروهة، قالوا ما في رخصة مكروهة، هذا المشهور. أما رخصة حرام ما في. لماذا؟ لأن الرخصة تسهيل من الشرع، فكيف يكون تسهيل الشرع حراما؟ ولذلك في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالرخص محبوب إلى الله عز وجل أن تفعل، فكيف تكون حراما؟ كيف تكون مكروها؟ هذا يرد على كلام الحافظ السيوطي وإن كان هو أجاب عليه. فعلى كل حال الرخصة إما أن تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو خلاف الأولى. الذي أريدكم أن تفهموه ما وجه اندراج حكم الرخصة في الأحكام التكليفية. نقرأ الآن ما ذكره الشيخ رحمه الله، فقال قال هنا فالحكم المتغير إليه. شوف هذا مبني للمفعول المتغير، الحكم الذي أصبح بعد أن لم يكن، ها، متغير إليه. تمام، السهل المذكور يسمى رخصة. هذا الحكم قد يكون واجبا. ما مثاله؟ قال واجبا كان كأكل الميتة للمضطر، هذا واجب، هذا مثال الرخصة الواجبة. طيب، أو مندوبا كالقصر للمسافر سفرا مباحا يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا، هذه رخصة مندوبة. أو مباحا كالسلم أو خلاف الأولى كالفطر، كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. واضح؟ فطر المسافر الذي لا يجده الصوم. ثم قال، انتهينا من الرخصة. تمام؟ ثم قال وإن لم يتغير الحكم كما ذكرنا. إيش معنى لم يتغير الحكم كما ذكرنا؟ يعني الحكم باقي لم يتغير أصلا. ماذا سيكون هذا؟ عزيمة، عكس الرخصة، صح؟
إذا كان الحكم لم يتغير أصلا هذا عزيمة. طيب إذا تغير الحكم إلى صعوبة إيش بيكون؟ هذا إلى سهولة. طيب لو تغير الحكم إلى صعوبة إيش بيكون؟ عزيمة أيضا، عزيمة. ما ليس رخصة إيش بيكون؟ يعني الحكم إما رخصة وإما عزيمة. ما ليس رخصة إيش بيكون؟ عزيمة. طيب الحكم الذي لم يتغير أصلا إيش بيكون؟ عزيمة. الحكم الذي تغير من سهولة إلى صعوبة إيش بيكون؟ الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لكن لا لعذر عزيمة، عزيمة. الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر لكن مع عدم السبب الأصلي إيش بيكون؟ عزيمة. واضح؟ إذن إذا اختل واحد من هذه الأربع القيود في الرخصة الحكم عزيمة. الحكم لا يخرج عن كونه إما عزيمة وإما رخصة. فالرخصة ما جمعت أربعة أمور، فإذا اختل أمر من هذه الأمور الأربعة فإن الحكم يوصف بكونه ماذا؟ وهذا كله يندرج تحت قوله هنا وإن لم يتغير الحكم كما ذكرنا. شوف على ثلاث أربع كلمات يعني لم يتغير الحكم أصلا أو تغير الحكم لكن نحن ذكرنا إلى سهولة وهو لم يتغير إلى سهولة، تغير إلى صعوبة. أو تغير الحكم إلى سهولة لكن نحن ذكرنا أنه لعذر لكن هو تغير لغير عذر. أو تغير الحكم إلى سهولة لعذر لكن نحن ذكرنا مع قيام السبب الأصلي وهنا تغير مع عدم قيام السبب الأصلي. أربع حالات هذه ستكون ماذا؟ ستكون موصوفة بكونها عزيمة، خرجت عن مسمى الرخصة. فهم بارك الله فيكم ولا لا؟ جيد. ثم قال وإن لم يتغير الحكم كما ذكرنا فعزيمة. وبعضهم أي بعض العلماء خص العزيمة بالواجب، قال العزيمة لا تكون إلا واجبة. تفهموا من هذا الكلام أنه لا توجد عزيمة مستحبة ولا توجد عزيمة مباحة ولا عزيمة مكروهة ولا عزيمة محرمة، ما توجد. العزيمة واجبة فقط. وهنا قال وبعضهم، ويقصد الإمام الغزالي رحمه الله، فهو الذي قال إن العزيمة لا تكون إلا واجبة. فهم ولا لا؟ يقصد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. قال وبعضهم خص العزيمة بالواجب، وحينئذ على كلام الإمام الغزالي ستكون العزيمة داخلة في الأحكام التكليفية لأنها ستدخل في ماذا؟ ستدخل في الواجب، صح؟ فتدخل العزيمة أيضا في الأحكام التكليفية فتكون مندرجة كما قال هنا قبل قليل وإنما لم يتعرض للرخصة والعزيمة لأنهما مندرجتان فيما ذكر أي في الأحكام التكليفية، صح؟ ثم قال وبعضهم وهم الأكثر، الأكثر من علماء الأصول عممها للأحكام الخمسة. عمم ماذا؟ عمم العزيمة للأحكام الخمسة. إيش معنى عمم العزيمة للأحكام الخمسة؟ قال إن العزيمة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون حراما. ما شاء الله. وحينئذ أيضا سيتضح أكثر ما معنى اندراج الرخصة والعزيمة في الأحكام التكليفية، واضح لنا؟ قال وبعضهم عممها للأحكام الخمسة. أسألكم سؤال، ترك المرأة الحائض للصلاة عزيمة، أي نوع من أنواع العزيمة؟ ترك المرأة الحائض للصلاة عزيمة واجبة. إذا ممكن تكتب هكذا العزيمة قد تكون واجبة، اكتب المثال ممكن في الدفتر، تمام؟ أيوة أحسن، لأن قد يطول الكلام قليلا. تضع مثال لكل واحدة، العزيمة قد تكون واجبة، ما مثالها؟ ترك الصلاة،
ترك الحائض للصلاة، هذه عزيمة واجبة. طيب، عزيمة مندوبة. العزيمة قد تكون مندوبة، مثاله الصوم للمسافر الذي لا يجهده الصوم. المسافر الذي لا يجهده الصوم، لا يشق عليه الصوم، لو أفطر فطره خلاف الأولى. طيب لو صام، عزيمة مندوبة، واضح ولا لا؟ الصوم لمسافر لم يجدوا صوم، هذه ايش؟ عزيمة مندوبة. نعم، جيد. بيع السلم رخصة مباحة. طيب، ترك بيع السلم، واحد يقول أنا هو مباح بيع السلم، لكن أنا لا أريد بيع السلم، يعني هذا واضح، هذا عزيمة مباحة، واضح. ترك بيع السلم هذا عزيمة مباحة. نعم، عزيمة مكروهة. إتمام الصلاة في سفر بلغ 3 مراحل. إتمام الصلاة في سفر بلغ 3 مراحل، هذه عزيمة مكروهة. شوف، إتمام الصلاة يعني واحد سفره مثلا يبلغ 400 كيلومتر، هذا فوق 3 مراحل، تمام؟ 400 كيلومتر، ومع ذلك يصلي الصلاة تامة، يصلي 4، هذا صلاته تصح عند الجمهور ولا لا تصح؟ عند الجمهور تصح، عند الإمام أبي حنيفة لا تصح، واضح ولا لا؟ إذن أدخل نفسه في خلاف الفقهاء، هو أخذ بالعزيمة، أخذ بالأصل ولا لا؟ أخذ بالأصل وهو الإتمام، لكن هذه عزيمة مكروهة، أخذ بالحكم الأصلي الذي لم يتغير، ها؟ الذي هو إيه؟ 4 ركعات، صح؟ لكن هذه عزيمة إيش؟ مكروهة. إيش كتبتم؟ إتمام الصلاة. نعم، أحسنتم. عزيمة محرمة كترك المضطر لأكل الميتة، عكس الواجبة، كترك المضطر لأكل الميتة، واضح؟ كترك المضطر لأكل الميتة. إذن لو قلت لواحد منكم ممكن تعطينا تعريف الرخصة، ما هي الرخصة؟ الحكم المتغير من سهولة إلى صعوبة لعذر، الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء الحكم، مع بقاء الحكم الأصلي. قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله في الكوكب السابع: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام سبب الأصلي سم برخصة كأكل ميت والسلم. وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام سبب الأصلي سم برخصة، سم برخصة كأكل ميت والسلام، واضح؟ هذا مبحث الرخصة والعزيمة، في الحقيقة الناظم لم يتعرض له، لكن زاده الشارح حتى نفهم، وهذا نحتاجه كثيرا في كتب الفقه، يتكلمون رخصة عزيمة وأنواع الرخصة وغير ذلك ويرتبون أحكاما، هذا مما ينبغي أن يعرفه الدارس للفقه. قال رحمه الله تعالى: وقوله من قاعد أي تارك للعبادة، هذان أي الصحيح والفاسد أو من عابد تكملة. ثم لما بين أعداد الحكم الشرعي شرع في تعريفها بذكر لازم كل واحد منها. إذن هو عرف الأحكام الشرعية ليس من حيث الماهية وإنما من حيث اللازم. فمثلا يقول تعريف الواجب
ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا ليس تعريف الواجب، هذا لازم الواجب. الصلاة واجبة أو لا؟ الصلاة واجبة. إذن الصلاة واجب، هذا واجب صح؟ أنا لو قلت لك عرف الواجب، هل لما أقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هل هذا هو التعريف؟ أو نقول هذا لازم الصلاة، ما يترتب على الصلاة، ما الذي يترتب على الصلاة؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. واضح؟ ليس هو حقيقة الواجب، تمام؟ ولذلك قال لك هنا بذكر لازم كل واحد منها فقال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يعني إذا علمت ما ذكر، فالواجب من حيث وصفه بالوجوب هو المحكوم عليه بأنه ما يجازى فاعله بالثواب في فعله وبالعقاب على تركه. وهذا مراد قول أصله، يعني يقصد مثل الورقات، كغيره من الكتب الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب هو ما يثاب. ما هذه؟ يحتمل أن تكون بمعنى شيء فتكون بمعنى التنكير، أو ما بمعنى الذي موصولة، أي الواجب الذي. واضح؟ يصح أن تكون بمعنى شيء ويصح أن تكون بمعنى الذي. قال: فقوله ما أي فعل، وقوله يثاب على فعله أخرج به الحرام والمكروه والمباح. نكتب التعريف هنا ونشرحه. خلاص هذا انتهى. طيب، الواجب قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. انظر، قال ما يثاب على فعله. السؤال: هل المباح يثاب على فعله؟ أي من حيث ذاته؟ لا، خرج المباح. المكروه يثاب على فعله؟ لا، خرج المكروه. الحرام يثاب على فعله؟ لا، خرج الحرام. المندوب؟ نعم، دخل المندوب صح؟ قال ويعاقب على تركه، خرج المندوب. إذن لم يبقى عندنا من الأحكام التكليفية إلا الواجب فقط صح؟ هذه فائدة الحد، أنها تدخل المحدود وتمنع غيره من الدخول، تمام؟ بعضهم قال هذا تعريف طويل، نريد تعريف أخصر من هذا، ممكن؟ نعم ممكن. ما هو؟ قال الواجب ما يعاقب على تركه فقط. المباح هل يعاقب على تركه؟ لا. المكروه هل يعاقب على تركه؟ لا. الحرام هل يعاقب على تركه؟ لا، العقاب على فعله ليس على تركه صح؟ المندوب هل يعاقب على تركه؟ لا، خلاص، أكثر اختصارا صح؟ إذن بعضهم عرف الواجب بقوله ما يعاقب على تركه فقط، وهذا أخسر، وتدخل فيه الواجبات ويخرج فيه غير أفراد الواجبات. قال هنا: وقوله يثاب على فعله أخرج به الحرام والمكروه والمباح، وقوله ويعاقب على تركه أخرج به المندوب، تمام؟ فالثواب على الفعل والعقاب على الترك، شوف، أمر لازم للواجب. أمر إيش؟
لازم للواجب، ليس هو نفس الواجب، وإنما يترتب على الصلاة التي هي واجبة الثواب على الفعل والعقاب على الترك، يترتب على الصوم، يترتب على الصدق الثواب على الفعل العقاب على الترك. وبالتالي قال أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقة الواجب. فهذا التعريف رسمي، رسمي، هذا مصطلح في علم المنطق، يعني تعريف بالرسم والثمرة وليس تعريف بالحقيقة والماهية. فإنه لو أراد أن يعرف بالحقيقة والماهية لقال الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، تمام. والإيجاب خطاب الشرع الذي يقتضي فعلا لزوما، واضح خطأ الإيجاب، لأن الإيجاب هو الخطاب نفسه، واضح. قال هنا وليس ذلك بلازم، عفوا قال فيصبح باللازم. طيب هنا يأتي سؤال، قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، بعضهم أورد إشكالا هنا، يعاقب على تركه عندنا في الفقه مثلا أن تارك الوتر لا تقبل شهادته، عندنا في الفقه معشر الشافعية الأذان والإقامة سنة كفاية، صح، الأذان والإقامة سنة كفاية. قال لك في الزبد سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء تقع، سننها، تمام، سنة كفاية. مقابل المعتمد، مقابل المعتمد ليس المعتمد، مقابل المعتمد أنهما فرضا كفاية. يقاتل أهل بلد تركوهما، ها؟ واضح ولا لا؟ طيب على هذا القول، على هذا القول يكون هذا خارج، ليس مندوبا أصلا، لكن على القول بأنهما ندب ما في مشكلة. إذن هذا الاعتراض ليس وجيها في موضوع الأذان، لكن في هذا تارك الوتر لا تقبل شهادته، كيف هذا عقوبة ولا لا؟ بعضهم قال لا نسلم أن هذه عقوبة، لا نسلم كون ذلك عقوبة، إنما لم تقبل شهادة تارك الوتر وتارك السنن المؤكدة، واضح، لم تقبل شهادته ليس عقوبة له، بل لأنه لم يتصف بالعدالة المشترطة في قبول الشهادة. إذن لا نسلم أن هذه عقوبة، واحد. ومنهم من قال إن المراد بقولنا ويعاقب على تركه أي في الآخرة وليس في الدنيا، يعاقب على الترك أي في الآخرة وليس في الدنيا. طيب يأتيك سؤال، قوله ويعاقب على تركه هذا فيه الجزم بعقابه، ومعلوم أن العقاب قد يتخلف، لأن كل الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول إن المراد بقوله ويعاقب، إما أن نقول يستحق العقاب، وإما أن نقول شأنه العقاب أو نحو ذلك، أو نقول إنه يكفي أن يتحقق العقاب ولو في فرد واحد، فلا يشترط أن يتحقق العقاب في جميع العصاة، فلو وجد ولو في فرد واحد عاقبه الله عز وجل عليه لتحقق أن هذا واجب، واضح ولا لا؟ ولديك انظر ماذا قال هنا، قال فإن قيل، هذا إيراد قوله والترك بالعقاب الذي هو بمعنى ويعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا، وذلك ليس بلازم. لماذا ليس بلازم؟ لأنه قد يغفره الله سبحانه وتعالى، واضح. فالجواب أجاب من وجهين، أجاب من وجهين. الوجه الأول ممكن تكتب واحد كذا بخط صغير لتعرف أن هذا الوجه الأول، الوجه الأول أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، يعني لو وجد العقاب لواحد من العصاة مع
عفو المولى عز وجل عن غيره لصدق التعريف. واضح؟ قال: فلا يخرج من تعريف الناظم كأصله الواجب المعفو عنه، أي لا يخرج الواجب ممن عفى الله عز وجل عنهم من العصاة. هذا الجواب الأول. طيب والجواب الثاني؟ قال: أو يريد بقوله والترك بالعقاب أي ترتب استحقاق العقاب على تركه، تمام، كما عبر بذلك غير واحد فقالوا: ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه ويستحق العقاب تاركه، أو ما يثاب على فعله والشأن أن يعاقب تاركه، قيدوه بمثل هذه العبارات، تمام. فقال: أو، هذا الجواب الثاني، ممكن تعمل اثنين، تمام. أو يريد بقوله والترك بالعقاب ترتب استحقاق العقاب على تركه كما عبر بذلك غير واحد، وذلك لا ينافي العفو عنه، ثم إن هذا البيت الذي ذكره غير واضح. انتهى الآن من الإيراد وجواب الإيراد، لكن يقول: نريد أن نصلح البيت، يعني يمكن أن نعبر عن معنى البيت بتعبير أولى من تعبير الناظم. جميل. قال: ثم إن هذا البيت الذي ذكره غير واضح، وأوضح منه لو قال ماذا: فالفرض ما في فعله الثواب وتركه يقضى به العقاب. هذا أوضح، جيد ولا لا؟ قال: والخطب سهل، يعني لا تشغل بالك كثيرا هنا، عبر بذاك التعبير، عبرت بهذا التعبير، لا مشكلة، الخطب سهل. ثم قال: هذا ويأتي الواجب، ويأتي بمعنى الواجب. الآن سيعطيك اصطلاحات مرادفة للواجب، إذا وجدتها في كتب الأصول أو الفقه فاعلم أنها مرادفة لمعنى الواجب، تعطي نفس المعنى. قال: ويأتي بمعنى الواجب اللازم والمتحتم والمكتوب والفرض، فهذه كلها مترادفة. قال: والواجب، فالفرض والواجب مترادفان عرفا. شوف، هو قد قدم لك، قال: اللازم والمتحتم والمكتوب والفرض، والفرض، شوف، فهذه كلها مترادفة. خلاص، انت لو سكت هنا انت ستعرف ايش؟ ان الفرض والواجب مترادفة، لكن هذا تمهيد لشيء يريد أن يبينه بتفصيل أكثر، فقال: فالفرض، شوف هذه فاء التفريع، سيفرع على ما تقدم، فالفرض، تمام، والواجب مترادفان عرفا. إيش معنى مترادفان عرفا؟ شوف، الفرض والواجب في اللغة ليس مترادفان، لأن الفرض في اللغة بمعنى التبيين، بمعنى القطع، هذا في اللغة، ولذلك الله عز وجل يقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إيش معنى فرض الله لكم؟ أي بين لكم. هذه الآية في أي سورة؟ ها؟ في سورة التحريم، صح؟ الله عز وجل في سورة التحريم يقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بين الله لكم كيف تحل الأيمان. فإن بين ذلك في سورة المائدة، واضح؟ إذن فرض هنا بمعنى بين، تمام. فرض أحيانا تأتي بمعنى أنزل، إن الذي فرض عليك القرآن، أنزل عليك القرآن. فرض أحيانا تأتي بمعنى قطع، بمعنى الشيء الجزء المقطوع، ومنه فروض التركات، هذا له فرض وهذا له أي جزء، وهذا له جزء وهذا له جزء، هذا معنى الفرض في اللغة. معنى الواجب في اللغة إيش؟ الواجب الساقط، إذا سقط الجدار قالوا وجب الجدار. في القرآن الكريم: فإذا وجبت جنوبها، الناقة تنحر وهي واقفة، فإذا نحرت تسقط، فإذا وجبت جنوبها. ما معنى وجبة؟ إذن هل الواجب والفرض في اللغة مترادفان؟ لا، هو يحترز، عبارته دقيقة، يقول لك: فالفرض والواجب مترادفان عرفا. يقول ليس لغة، حتى لو كان قال الفرض والواجب مترادفان بيجي واحد يعمل حاشية: كيف مترادفان وهما في اللغة مختلفان؟ أنا أعرف، واضح. لا، أنا ليس قصدي في اللغة، أنا قصدي في العرف. في عرف من؟ في عرف الأصوليين،
في عرف من؟ الأصوليين. ها؟ الأصوليين فقط والفقهاء؟ حتى في عرف الفقهاء أي لا، وحتى في عرف المجتمع في فرق بين الفرض والواجب. عجيب. نعم، ولذلك الفقهاء قالوا لك لو قال الرجل الطلاق واجب علي، الطلاق فرض علي، قالوا هذا صريح وهذا كناية. فرق الفقهاء ولا ما فرقوا؟ إذن في عرف الأصوليين فقط، أما في عرف الفقهاء في عرف لماذا نسأل الفقهاء لماذا فرقتم هنا بين الواجب والفرض؟ فرقنا لأن الناس في العرف يفرقون، فالإنسان يقول هذا الشيء واجب علي في شيء يلتزمه، يقول واجب علي، يقول يلزمني لازم لي، ها، في شيء يلزم، لكن لا يعبرون بالفرض عن ذلك. واضح؟ لا يكثر التعبير بالفرض، ولذلك جعلنا قول القائل الطلاق فرض علي هذا من الكنايات، إذا نوى به الطلاق وقع وإلا فلا يقع، لكن لو قال الطلاق واجب علي صريح لا يحمل معنى آخر إلا الطلاق. ولذلك هنا قال فالفرض والواجب مترادفان عرفا ليس لغة وليس في جميع الأعراف، بل في عرف الأصوليين في عرفنا نحن. واضح؟ قال عرفا خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه القائل، أبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب في ماذا؟ هل في اللغة؟ لا، في اللغة كلنا نفرق. طيب أين يفرق؟ في الأصول. انظر ماذا قال. قال خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه القائل ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو فرض. طبعا لما قلت لكم هنا مترادفات عند الفقهاء، يعني مترادفات عند الفقهاء في الاصطلاح الذي هو مبني على عرف العامة، أما الفقهاء لو عبروا بالفروض مثلا فقالوا فروض الوضوء ستة، يقصدون بالفروض هنا الواجبات. واضح؟ إذا قالوا فروض الصيام الواجبات، بل يقصدون بالفروض الأركان. كثيرا ما يعبر الفقهاء بالفروض يعنون الأركان، فروض الوضوء ستة أي أركانه ستة، فروض الصوم ثلاثة أي أركان الصوم ثلاثة، الصائم والنية والإمساك عن المفطرات. كثيرا ما يعبر الفقهاء بالفروض عن الأركان، إنما هنا الفقهاء غايروا بينهما لاعتبار العرف، وليس معنى ذلك أنه في كل مكان يفرق الفقهاء بين الفرض والواجب، لا، إنما في ألفاظ بنيت على العرف يفرقون، مثل هذا الفرع. تمام؟ قال خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه القائل ما ثبت. ننظر إلى الآن تفريق الإمام أبي حنيفة، ما وجهه؟ قال ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن أو السنة المتواترة، هذا من عندي، فهو الفرض، كقراءة القرآن في الصلاة الثابت بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما أدري الطابع جزاه الله خير المحقق لماذا أسقط الآية الأخيرة، الكلمة الأخيرة من الآية، قال كتب فاقرأوا ما تيسر من إيش عندكم من القرآن؟ موجود عندك إيش من طبعة يا شيخ موجود من القرآن؟ من بس ما فيش القرآن، عجيب، لماذا لا تكمل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، باقي كلمة يعني حتى يتم المعنى. قال كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا يسمى فرض. تمام؟ وبدليل ظني فهو الواجب، أي وما ثبت بدليل ظني فهو إيش؟ فهو الواجب. ما مثاله؟ قال كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فرق بين الفرض والواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار دليل الثبوت، بماذا ثبت؟ إذا ثبت بدليل قطعي فهذا نسميه إيش؟ فرض. طيب وإذا ثبت بدليل ظني خبر أحد هذا نسميه إيش؟ هذا نسميه واجب. جميل،
عرفنا اصطلاح الإمام أبي حنيفة، وهذا الاصطلاح بنوا عليه مسائل. مثلا يقولون ليس من فروض الصلاة قراءة الفاتحة. جميل. طيب ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ واجب وليس فرض. الفرض أن تقرأ شيئا من القرآن، لكن لو قرأت شيئا من القرآن ولم تقرأ الفاتحة صلاتك صحيحة مع الإثم. لماذا الإثم؟ لأنك أخللت بالواجب، لكن من حيث ماهية الصلاة موجودة. فالفرض أن تقرأ شيئا من القرآن، الواجب أن تقرأ الفاتحة. جميل، فهمنا هذا. حتى إذا قرأنا في كتب الحنفية نعرف اصطلاحاتهم في التفريق بين الفرض والواجب. وبنوا على هذا أثرا آخر، وهو أن من أنكر الفرض كافر، لأنه أنكر ما ثبت بدليل قطعي، بخلاف من أنكر الواجب فإنه لا يكفر، لأنه أنكر ما ثبت بدليل ظني. ولذلك قال هنا وبدليل ظني فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة عنده بخلاف تارك القراءة. إذا عند الإمام أبي حنيفة لو صليت وتركت القراءة أصلا الصلاة لا تصح، لو صليت وقرأت غير الفاتحة تصح مع الإثم، لو صليت وقرأت الفاتحة أتيت بالفرض والواجب. واضح له؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.